هلا والله شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايكم فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2. يلا نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول مطلوب عندكم تتنقلون مسافة 15840، تتنقلون وانتم تكونوا طالعين على الحصان، أو تتنقلون وانتم تكونوا قاعدين تمشون، راح يحسب لكم هذا التحدي. التحدي الثاني مطلوب عندكم تتبعون الكلب لشيء ما مهم، راح احط لكم اماكن اللي يتواجد بيه. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تذبحون 3 اونلاين بأي ايفنت كان بواسطة اللي هو السكين العادية اللي هي هذه. التحدي الرابع مطلوب عندكم تصيدون 2 من النوارس وتاخذون الريش مالتهم. التحدي الخامس مطلوب عندكم تزورون أي متجر بمدينة فالنتاين. التحدي السادس مطلوب عندكم اللي هو توصلون على جبل اللي هو الهاجين. التحدي الأخير مطلوب عندكم تجمعون 5 من اليرو. أما بالنسبة لتحديات الأدوار، فالتحدي الأول من المونشاين مطلوب عندكم اللي هو تصنعون بضاعة بسعر لا يقل عن 200 دولار وتبيعوها. التحدي الثاني مطلوب عندكم تبيعون بضاعة، شرط أن تكون 18 بطل فما فوق، يعني تكون 18 عبوة فما فوق وتبيعوها. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تعزفون مع الفرقة لمدة دقيقتين مرتين. بالنسبة لتحديات التاجر أو التريدر، التحدي الأول مطلوب عندكم تتنقلون مسافة 15138، راح يساعدكم هذا التحدي وقت ما تروحون وانتم بالطريق تتنقلون لبيع بضاعة، راح يساعدكم هذا التحدي. التحدي الثاني مطلوب عندكم تتبرعون به هو جلد أو جثة المفترس، تقدرون تسوون هذا التحدي مجرد ما تروحون على المستنقعات اللي هو عند لاغراس بهذه المنطقة، وتصيدون التماسيح وتأخذون الجلد مالتها وتتبرعون بها إلى التاجر. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تبيعون بيعتين جيدتين. أما بالنسبة لتحديات الكولكتر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تجمعون 3 من الأنتيكو كحول. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تجمعون 5 من بيوض الطيور. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو وقت ما تقتلون اي انمي او اي عدو تاخذون اللوت مالته ممكن تحصلون اشياء الكولكتر. مطلوب من عندكم تجمعون 3 اشياء للكولكتر بعد ما تقتلون الاعداء.
بالنسبة لموقع مدام نزار لهذا اليوم فتحصلوا شمال مدينة سان دينيس، هذا المكان بالضبط. بالنسبة لتحديات البونتي انتر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تلعبون واحد بونتي انتر وتخلصوه بوقت لا يزيد عن 4 دقائق. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو وقت ما تمسكون البونتي انتر تاخذون أغراضه، يعني تسوون اللوت. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تتبعون البونتي انتر بخاصية الإيجل آي اللي هي خاصية الشخصية. إن شاء الله يكون فيكم هذا الفيديو، لا تنسون اللايك واشتراك بالقناة إذا مو مشترك، وفعل الجرس وشاركوا الفيديو كل أصدقائكم يلعبون ردد. أشوفكم بيوم ثاني وتحديات ثانية. سلام.